وسط انتشار واسع للقوات الأمنية لحماية متظاهري ديالا من الاستهدافة الإرهابية، خرج العشرات من أهالي المحافظة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين. أحمد الرسام والتفاصيل. بأعدادهم القليلة وأحلامهم الكبيرة، حملوا أعلامهم وتوجهوا لساحة التظاهر وسط معقوبة، كسروا كل هواجس الخوف والارتياب عسى أن تفتح لمطالبهم أبواب السلاطين الموصدة. مطالبنا بسيطة، تعيين تبل الشارع، يعني مو فشي احنا نريده فشي قوي، وهذا الشيء تقدرون عليه. يعني صار 15 سنة 16 سنة نفس الشيء، نفس يتبدلون وزراء ونفس الشيء. يعني وزارانا هذا يبوك هذا يبوك، هذا يخلي بجيبه، هذا من عمه هذا من خاله، يعني ما عندنا فشي. فد وزير جانا سوانا فد اصلاح براسه خير، سوانا فالشغله. يمتم بالتوريكي ناس يستلم 50 مليون و60 مليون، وكل من يستلم راتب 3 ملايين، والرشاوي مشتغله بكل الدوائر. ان الناس قال يعطيني رشوه وانا مشيك اياها، هاي بالدوائر، يا دائره للطب لها رشاوي، يا دائره للطب لها ابن عمك وابن خالك، مالك احد، ظل نايما معاناتك حتى جوز تروح بالزباله. اهل السلطه غابوا حتى عن سماع هموم هذه الثله من الشباب السلميين، لم تتعدى مطالبهم ايجاد فرص عمل وخدمات بسيطه تعذر وصولها لثلاث دورات انتخابيه مضت. لا عضو مجلس محافظه، لا المحافظ، لا هم المفروض اول الناس هنا. ليش ولا واحد منهم اجى؟ ليش؟ بس الشرطه والشؤون وهذه دورون جناسي مالتنا، هاي الشوارع منها طلاب يروحون كليه، اربع ساعات يلا يصل الكليه بنفس المحافظه، الله يقبل، والله شنو من ورا شويه تبليط، هذا طريق الحي خلي يشوفه. وان كان ليس من صميم واجبها، لكن شرطه ديالى حاولت امتصاص غضب الشارع المعقوبي وايصال رسائل التهدئه وتلبيه مطالبهم لاصحاب القرار، حفظا على ارواحهم وسلميه تظاهرهم. طالعيني وانا بنصهم قائد الشرطه، ناس سلميين لا يعتدون على مؤسسه ولا يعتدون على بنايه، وهذا كله مالهم، ذول يردون حقوقهم، ناس تريد تشتغل، ناس تريد لقمه العيش، ناس يردون اصلاحات، احنا حاليا واقفين لحمايتهم. ذول الناس ما طالعين لا سامح الله الا لشيء واحد، طالعين يردون وطن يعيشون به سعداء ومؤمن على حياتهم. ذول كلهم هسه الناس لا متزوج ولا متوظف، كلهم انا هسه داعشي وياهم، وهذا كلامي انا مسؤول عنه. وهذا يمكن ما حد يقوله قائد الشرطه، ولكن انا اقوله. ناس تريد حقهم، هذا الموجود. هاي رسالة أتمنى أن توصل إلى كل مسؤول بالدولة. متظاهرون سلميون بعيدون عن التحزب أو العشائرية، وكما هي بنية المحافظة بدأت تظاهراتهم في اليوم الأول بفرد واحد وقد يزيدون، أملهم إصلاح ما أفسده سراق الوطن طيلة الأعوام السابقة. أحمد الرسام، قناة الرشيد، يالا.